رب العالمين. هو الأهمية في المباراة إن هي مباراة في الكوارتر فاينل يعني دور الثمانية. نتائج نحن والصغار الحمد لله لسه المرتبط بتاعنا كسب برضو قبلنا بونت. مكسبنا النهاردة يدينا أدفانتج في المباراتين اللي جايين على ملعب نادي الصيد عشان نوصلنا لقبل النهائي. ابتدينا جيم كويس جدا. الكورت الاولاني عملنا بريشر من اول الملعب فول كورت بريس نجحنا فيه وفرقنا كورت اولاني 13 بونت. الكورت الثاني رجعوا تاني البنات ما يضغطوش ما نكملش البريشر اللي كنا لاعبينه مع ان احنا 12 لعيب لعبوا عملنا روتيشن كويس. خلص الكورت الثاني باسكت خلصنا في الاف تايم 15 بونت. رجعنا في الثالث ابتدينا وحش في النص الثالث عملنا احسن فنشنا في الرابع لحد ما احسن. كان عندنا تارجت ان ما يجيش فينا اكتر من 50 بوينتس والحمد لله ده حصل. نرجع تاني نروح لمعدلاتنا في الثمانينات والتسعينات فالحمد لله. يعني اوفرول يعني الماتش مش زي ما احنا عايزين. كان عندنا بنات لسه راجعه من اصابه بقى لها فتره زي توقف الحمد لله لعبت احسن. النهارده ملك هشام طلع من 18 سنه هايله النهارده احسن واحده في الجيم بحييها. عندنا غيابات بقى واصابات كان ممكن يلعبوا بس فضلنا ان احنا نريحهم عشان ياخدوا وقت طويل زي هاله مصطفى كان ممكن تلعب النهارده بس فضلت ان انا اريحها مع الدكتوره ان هي تاخد وقت طويل في الراحه عشان ترجع ان شاء الله تبقى فول باور ما تلعبش وهي 60% او 70% يعني الحمد لله. ومستنيين بقى ان شاء الله رجوع كمان سوريا ورانا عبد الظاهر يبقى الثلاث اصابات اللي غايبين يرجعوا ان شاء الله على الماتش الجاي. ما لحقوش ان شاء الله نعدي الماتش اللي جاي في الصيد ويلحقونا على السيمي فاينل ان شاء الله. الحمد لله الاول احنا كنا نازلين جامد وكنا متوقعين الفوز الحمد لله. كان تارجت ان هم ما يوصلوش فوق 50 بوينت وحققنا التارجت الحمد لله يعني. وكابتن ايهاب كان بيديني ثقه كتير قوي في الملعب وكان دايما بيقول لي كملي ولو فضلتي تلعبي كده هكملي معانا في الدرجه الاولى فانا لو لعبت حلو هيبقى كله بسبب كلام الكابتن الحمد لله. يعني هو احنا من كل التمارين وكل استعداداتنا ان احنا لازم اي ماتش بعد كده يطلع بالسكور ده والنهارده كان يعني ده التارجت بتاعنا. طبعا الديفنس ان هو ساعات الديفنس ما كانش بيبقى عاجبه ان هو كان من الاوفنس مش همه قوي على قد ان احنا لازم ندافع والاوفنس يعني اللي يحصل يحصل بس مهم الديفنس. طبعا اي ماتش في الاول ما بيبقاش فيه توقع خاص احنا بننزل بنعمل اللي علينا وعلى قد ما احنا بنلتزم بتعليمات كابتن ايهاب وبالحاجات اللي هو بيقولها الحمد لله عشان كده السكور بيفتح بيبقى شكلنا كويس يعني. هي مباريات كلها مهمه لان احنا دلوقتي النظام بتاعنا اتغير فما بقاش حتى دورات مجمعه كده هو رايح جاي واحنا دلوقتي بنلعب قبل السيمي فاينل فالماتش ده يودينا خطوه لقدام والماتش اللي جاي اللي هيبقى على ارضهم ان شاء الله وكده نطلع لكوارتر فاينل وباذن الله نعمل برده ماتشين كويسين ونوصل للفاينل باذن الله.